ببيانات عن هؤلاء أمام مدرسة صفية زغلول الآن، لكنهم تحركوا في أكثر من مدرسة وستحركون في أكثر من مدرسة. كل ما يقوموا به هو الوقوف صامتين بهذه اللافتات أمام هذه المدارس التي بها مقر انتخابية، ليقوم الناخبون قبل الدخول والإدلاء بأصواتهم لينظروا إلى هذا المشهد قبل أن يدلوا بأصواتهم. يعني أتعرف عليك وعن السبب أو الهدف من الوقف. هبة محفوظ، الهدف من الوقفة ان احنا نفكر الناس بالشهداء وانهم وصلنا اللي احنا فيه الانتخابات ديت بسببهم. والله يفتكروها بطريقة ان هم يدعوا ليهم دعوة كويسة، انهم يقروا الفاتحة، انهم ما ينتخبوش فلول، انهم ينتخبوا يراعوا ربنا ويراعوا ضميرهم، يفتكروهم بطريقة اللي تناسبهم. شكرا ليك. اتعرف عليك وعايز اعرف يعني اختيارات، ليه الاختيارات؟ يعني هنا شهيد محمد مصطفى الصاوي، شهيد كريم بنونة، ازاي رتبتوا موضوع الاختيارات؟ الاختيارات اللي عملها عندنا ناس في اللجنة الفنية، مش لازم اختيارات ناس معينة قد ما هي فكرة ان انت تحمل صورة شهيد لتذكرة الناس، ان الناس دي ماتت عشان نوصل للي احنا فيه ده. الناس دي ماتت يا جماعة عشان نشيل نظام، مش عشان نجيب نظام تاني، مش عشان نرجع نظام. الناس دي ماتت عشان ما ننتخبش فلول، الناس دي ماتت عشان خاطر الفلول تمشي، مش عشان خاطر نرجع الفلول تاني. شكرا ليك. طبعا خالد سعيد دائما حاضر في وقفات 6 ابريل، يعني لو شرحت لنا الصورة والهدف منها. محمد سويلم، حركة 6 ابريل. الصورة بتعبر عن ان كان في نظام، ونظام خلاص فات ومشي، مش عايزين نرجعه تاني، مش هنعتبر ان احنا نجيب احمد شفيق مثلا. يعني من غير ذكر اسماء مرشحين يعني، ولكن فكرة يعني خالد سعيد، ورغم ان خالد سعيد هو مفجر الثورة اساسا من الاول خالص، هو اللي ابتدى اللي اشعل الدنيا عشان خاطر نفتكر حسني مبارك والناس تعرف مين هو حسني مبارك، والزمن اللي فات بقى ما يرجعلوش تاني. شكرا ليك. لو تحدثنا إلى المنسق، منسق 6 إبريل الدكتور أحمد صابر. دكتور أحمد، يعني فكرة الوقفة وما حدث بالأمس مع بعض أعضاء الحركة في مدينة نصر وظلال هذا على وقفتكم في مدينة إسماعيلية. هو مش في مدينة نصر بس، يعني مدينة نصر واسكندرية والمنيا وشبرا، في أكتر من مكان لما قام الشباب برفع صور شهداء، ما هي إلا تذكير للناس بأن هناك شهداء من أجلهم، يعني إحنا النهاردة بسببهم إحنا النهاردة واقفين وبننتخب، فهي تذكرة مش أكتر. لما تعتبرها السلطات الأمنية هي دعاية لمرشح ضد مرشح، فهو اعتراف ضمني أن أحد المرشحين هو متسبب في تلك الدماء. اعتقالات كمان، إذا هذه هي البدايات فكيف تكون هي النهايات في حال فوز مرشح بعينه هو الفريق شفيق في الانتخابات. لكن حتى هذه اللحظة في الإسماعيلية لم يحدث لكم أي مكروه؟ لا إطلاقا، لم يحدث حتى الآن أي حاجة. كيف تعاملوا مع، يعني كيف تعامل الأمن مع وقفاتكم في أكثر من مدرسة، وهذه المدرسة فيها زغلول إحدى المدارس التي تقفون أمامها؟ هو يعني حتى الآن ما فيش أي احتكاك بيننا وبين بين أي جهة، احنا واقفين وقفة سلمية خالص، وزي ما حضرتك شايف قوات الأمن واقفة لتأمين اللجان طبعا، بس احنا ما يعني وقفة سلمية ورافعين صور شهداء بس، ليس أكثر يعني ولا أقل. طب دكتور أحمد، لو سألتك عن رد فعل الناس الناخبين والناخبات اللي بتوجهوا قبل دخولهم هذه اللجان ينظرون إلى هذه الصور، يعني إيه التعليقات اللي سمعتها؟ إيه أكثر شيء كان إيجابي، إيه الشيء السلبي؟ الأمور متباينة، ولكن أعتقد إن الإيجابية ناحية الشهداء بتبقى كبيرة، بتلاقي إشارات نصر من الناس، بتلاقي تفهم من الناس، بتلاقي سعادة على اللي بيبص على صورة الشهداء وبيفتكر، بتلاقي الناس بتقول لك متشكرين على الوقفة، على اللي بتعملوه، إحنا مش ناسيينهم. فلا أعتقد إنها حاجة، رسالة قوية كمان يعني. هذه الرسائل الإيجابية، هل وصلت إليكم رسائل سلبية؟ والله أنت عارف يعني مش كل الناس بتبقى دايما موافقة على مبدأك، لأن في 5.5 مليون صوتوا للنظام القديم، فلازم برضو تتقبل إن في ناس مش موافقة على ده. طب رأيك في فكرة أن ملف الشهداء هذا يعني طيلة أكثر من سنة ونصف بيتم استخدامه في مواقف سياسية، بيتم استخدامه في دعاية انتخابية، رأيك في فكرة أن ما يحدث هو استغلال لملف هام يعني يضغط على وتر كثير من المصريين او كل المصريين يستشعرون به؟ هو مش حته ورقه ضغط، ولكن هو حتى الان يعني المحكمه برأت 6 من مساعدي حبيب العدلي. نفسنا نعرف مين اللي قتل الناس، يعني اديني قول لي هم براءه، هؤلاء كانوا براءه من قتل دماء، من دماء الشهداء، اذا فمن المتسبب في قتل الشهداء في احداث 25 يناير وجمعه الغضب وفي ال 11 يوم بتوع الثوره وما حدث بعدها؟ حد الان ما عرفناش مين اللي قتل الناس في محمد محمود وفي مجلس الوزراء ومن قبلهم، حتى ما فيش اي متهم بيطلع لحد دلوقتي. وقبلها الاحداث الطائفيه اللي حصلت، العباسيه وكنيسه صول واطفيح واحداث مزبيرو، حتى الان مين اللي عمل كل ده؟ ما فيش حد يعرف. اذا فهيستمر هذا هو الموجود، هيفضل مستمر ملف الشهداء مفتوح لحد ما يعرف مين الجاني. بس
دكتور احمد، لو تحدثنا عن الخطوه التاليه بعد اعلان النتائج، انتم كحركه شبابيه متواجده في مصر وفي اسماعيليه ايضا، يعني اسماعيليه محافظه من ضمن محافظات مصر، يعني كيف ستتعاملوا مع نتائج الانتخابات؟ هي الحركه اعلنت موقفها انها ضد النظام القديم، يعني ضد العوده للوراء والعوده لنظام عسكره الدوله البوليسيه من جديد ونظام القمعي ونظام امن الدوله الاستبداد اللي ادى الى خالد سعيد والشهيد سعيد بلال والعديد من الشهداء، فده احنا ضد هذا النظام تماما. يعني لو حصلت ان النتائج يعني خرجت باراده شعبيه بصوت الناخبين واتت باحد المرشحين، هل ستحترموا نتائج الصندوق ام لا؟ اعتقد هنحترم نتائج الصندوق. شكرا لك يا دكتور. يعني اذا هذه هي وقفه امام مدرسه صفيه سغلول في محافظه اسماعيليه، بالطبع شده الحراره جعلت الاقبال على مقار الانتخابيه اقبال ضعيف حتى هذه اللحظه، ربما يزداد في الساعات القليله المقبله بعد كسر حده الشمس التي كان يعاني منها الكثير ليس في محافظه اسماعيليه فقط لكن في محافظات مصر. اصوات الناخبين وعددهم اسماعيليه 750 الف ناخب يشاركون ويحق لهم التصويت في هذه الانتخابات التي تجرى على يومين، هو اليوم الثاني بعد حوالي 5 ساعات سيتم غلق اللجان، تم مد ساعات الاقتراع الى الساعه 9، فهناك 5 ساعات تفصلنا عن نهايه هذا الماراثون الانتخابي الذي بدا ب 13 مرشحا وانتهى بمرشحين الاعاده الفريق احمد شفيق والدكتور محمد مرسي، ليبدا فرز الاصوات داخل اللجان الفرعيه ثم بعد ذلك ارسال للجنة العامة ثم للجنة العليا للانتخابات حتى تعلن من هو رئيس مصر القادم الذي سيأتي كأول رئيس عقب ثورة 25 من يناير.